كامل بجرأة نحو التفرد. اقصد الآفاق مدفوعا بجرأتك، منطلقا بشغفك، مستندا إلى إصرارك. كاديلاك سي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. ينقل لكم المواجهة. حاولنا جاهدين. الأمن يتم بالهيبة. ما خللنا. من الشارع والميدان. على أن نفتح بيبان هذا البرنامج لكل الأطراف. إن أمن الخليج العربي. إذن أنت مستقبل في مصر. إلى الاستوديو. كنا حريصين أن ننقل الصورة كاملة. إحنا اليوم مو لإسقاط أحمد الحمود. الحاكم الحالي واللي مو مفكرنا يطلع طلع. بشفافية متجردة. ترون وشوفوا في أحد راح يطلع بالشارع. الكويت مستهدفة. دول الخليج ليست من الدول التي تنقل رسائلها عبر إطلاق الصواريخ. اسمحوا على خير. مواجهة الجمعة 10:00 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن. رحلة بين جماليات المناظر وخطورة الطبيعة. معهم الصورة تختلف. واحدة ستة ستة شكلنا ما بقى على الطيارة نص ساعة تقريبا. احنا صدنا الابوتر لقينا الابوتر. توثيق الحياة البرية لأول مرة بلمسات كويتية. سفاري الجمعة 9:00 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن. شركة التسهيلات التجارية بدأت الأسلوب وانفردت بالخدمة. تجاوب مع إحساسك. إنفينيتي كيو 50 الجديدة كليا. نوكيا لوميا 1520. لا تسجلوا بس، عيشها بكل تفاصيلها. مساء. طلقني. شبيك راجد يوم مزماني راجد. مسكنك يوفي قريبا في رمضان على تلفزيون الوطن. كاديلاك سي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. طبعاً وصلنا إلى الفقرة بما يخص موضوع أداء سوق الكويت الأوراق المالية. بإمكانكم مشاركتنا عن طريق الإيميل وتويتر، ما راح يكون موجودة معكم على الشاشة. وضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الحربي مدير عام شركة الصالحية العربية. مساك الله بالخير أستاذ الكريم. وبداية، كيف تفسر التداولات الشرسة اللي قاعدة تصير على أسهم الأسهم القيادية؟ يعني قاعد نشوف في نهاية اليوم القيمة المتداولة، إذا على سبيل المثال فقط هي فقط المثال، يعني إذا كانت القيمة الإجمالية 10 مليون فثمانية ولا 7 مليون على الأسهم القيادية، وثلاثة مليون على أو مليونين على الأسهم العادية، يعني هنسميها أو الصغيرة. كيف تفسر هذا الأداء وشنو التغير اللي قاعد يصير؟ يعني ما هو شنو الفكرة اللي حاول يوصلها السوق؟ يعني هو بلا شك يعني أداء جيد من بداية هذا الأسبوع، يعني أفضل أداء يعني خلال الكوارتر الثاني. ارتد السوق من 7233، شيء جيد. السيولة ارتفاعها مقارنة مع الأسابيع الماضية، وصلنا إلى 10 مليون 8 مليون، فحقيقة يعني يعطي السوق الزخم والمومنتوم. مثل ما تفضلت، تركيز الشراء على الأسهم القيادية هذا يعني له دلالة إن اللي قاعد يشتري هو شراء مؤسسي،
نعم مو صغار متداولين عمار. مو صغار متداولين اي لا مو صغار متداولين نعم. وهذا ايضا لازم صغار متداولين يقرون اللي قاعد يحصل، يعني لازم يكون ضمن المحفظه للصغار المتداولين سهم في قطاع البنوك او سهم من شركات اللي ذات اداء تشغيلي، بحيث انه يوزع استثماراته ما يكون كلها في الاسهم الصغيره اللي تاخذ الشعبيه وتاخذ الـ 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 وفعلا يعني كان لها يعني خسائر. اذا على المتداول ان يقرا حركه كبار صناع السوق عمار. نعم الشراء هذا نسميه احنا شراء عمل مؤسسي. طيب يعني هذا المؤسسي هذا ما قاعد يفيدني انا كمستثمر صغير مفروض ان انا على الاقل يتحرك السوق وياي، سهمي يرتفع على الاقل، يعني باخذها بالطريقه هذه التفكير البسيط. يعني انا ما شو اسوي مؤسسه شرت 8 مليون ولا 10 مليون في البنك الوطني وبمبلغ وقدره، انا شو استفدت؟ انا بيسهمي، انا مو مستثمر. الشريحه الاكبر في السوق اللي شريحه صغار المستثمرين. نعم نعم عمار فعلا، وهذا كان يعني تاثيره مثل ما شفنا بس على المؤشر الوزني وكويت 15. المؤشر السعري صار له اكثر من سنه عمار يحقق خسائر ودخل مثل ما قلنا في اطول مرحله للكوركشن حتى في انهيار السوق الكويتي. إذا نتذكر عمار من 2008 كان في ارتدادات قوية تحصل للسوق ويكون فيها عمق وعلى كبر السوق، لكن الشراء الآن لا فعلا قاعد يتوجه على الأداء التشغيلي، وهذا يعني غياب صناع السوق والمجاميع الاستثمارية اللي عندها أسهم غايب دورهم. يعني فرضا في صناديق ومحافظ معينة قاعد تستثمر في الأسهم في قطاع البنوك وفي زين وفي الأسهم اللي أجلتي مجاميع معينة أسهم معينة تمام، بس باقي السوق لا غايب. وهني يعني هذا فعلا عامل خلل في السوق عمار، يعني قاعد نشوف مؤشر سعري قاعد يحقق يعني في ترند هابط، مؤشر سعري يسمونه بير ماركت ومؤشر وزني بول ماركت ومؤشر كويت 15 قاعد يحقق هاي جديد. وهني التناقض بالسوق على الصغار المتداولين ان يعني يقرون السوق بشكل جيد، يكون من الاسهم اللي ذات الاداء التشغيلي لازم تنويع المحفظه، تنويع القطاعات ايضا مثل ما يعني حقيقه انا سمعت نواف يقول في بعض المجاميع موقف شركه او شركتين من نفس المجموعه. نعم يعني لازم صغار المتداولين عمار انه ما يكرر نفسه في نفس المجموعه، مجموعه استثماريه موجوده وقاريها بشكل صحيح ويبي يستثمر فيها ما يكرر ما يشتري اكثر من شركه واحده في هالمجموعه هذه. لا احنا قاعد نشوف فعلا الشراء قاعد يتركز على الاسهم التشغيلي، اذا ما كان شراء على السوق حقيقة احنا قدامنا 7500 من باكر راح نختبر 7400 او قبل 400، مهم جدا السوق يخترق هالمستويات هذه. انا بتوقع لا في بيكون شوية على باكر او بعد باكر لا السوق بيهدي، السوق جني ارباح وني انك تشتري ما تشتري والسوق صاعد 100 نقطة. نعم. انتظر السوق لما يجني ربحه 40 نقطة وعلى السوق انه يحافظ على ادنى قراءة يجني ربحه، مو معناته يكسر 7233 هذا شيء سلبي للسوق ايضا. تمام. طيب توقعاتك للمرحله القادمه اذا كانت لك توقعات يعني سواء سلبيه او ايجابيه؟ الايجابي عمار الشراء المؤسسي اللي حصل في الوزني وكويت 15 راح يستمر، وعمليه جني ارباح وهذه تكلمنا فيها عمار اللي حصل في مؤشر الوزني وكويت 15 هي عملية جني أرباح فقط، لقينا دعم في الوطني زين أجلتي وشراء جيد. أي جني أرباح هو فرصة للدخول من جديد. ننتظر المؤشر السعري إلى الآن ما أعطانا أي إشارات دخول. المهم جدا عندي أنا أسس فوق 7500 للمؤشر السعري، وهني يعطينا الإشارات الجيدة لتحويل مسار السوق من سوق هابط بير ماركت الى بول ماركت واسواق صاعده. تمام. ان شاء الله. هل في مفاجات راح تحصل في السوق خلال على الاقل الاسبوعين القادمين؟ من اي نوع؟ راح تكون ما اعتقد راح تكون مفاجات، راح يكون الرتم يعني نصعد 40 نقطه
30 نقطة نهدي شوي، والسوق مو مطلوب منه أن ارتفاعات قوية، لكن يحافظ على مكاسب. عمار، أي مكاسب تحصل في السوق على صانع السوق وعلى الشركات الاستثمارية أن تحافظ على مكاسب السوق وما يرتفع وبعدين ينزل إلى أدنى قراءة ويكسرها تحت، وهذا شيء سلبي. لا، نحافظ على مكاسبنا، جني الأرباح يكون بشكل معقول 30-35 نقطة، وبعدها السوق يستمر في الصعود يعطينا إشارات جيدة في اختراق قوي لترند هابط لمدة أكثر من عام كامل. مؤشر سعري قاعد ينزل، لازم هذا يحتاج أيضا للتداول أكثر من 50 مليون أمار. أكثر من 50 حتى نقدر إن نعمل بريك أوت لترند هابط. شكرا لك استاذ الكريم على هذا الايضاح ووقتك الثمين اللي اعطيتنا اياه، وان شاء الله لقائنا يتجدد معك في الفتره القادمه باذن الله. اذا السوق على وشك انه يسكر، واحنا عند مستويات 7350 نقطه. وبعد هذا الفاصل راح معنا الاستاذ توفيق سوقية، الرئيس التنفيذي لشركه الخبرات الدوليه للاستشارات، فيهمنا تكونوا معنا. جالكسي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. CTS 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. باب. لحظة السبيت مقطوع. لا يبغى مقطوع. اكشف الورق. يلا. قلت لك. يبي له مساج. أكيد بتتم كذي وما رح تستفيد. وين التحاليل بالموضوع؟ فحصك لفيتامين دي هو الحل العلمي الأكيد والصحيح لخشونة وهشاشة العظام، فمالك إلا مختبر دي أن إيه. تكفى تدلني عليه. استفد من التقنية واستمتع بالخصوصية لدى مختبر دي أن إيه. 180 2 3 ثمانيات. أنا بهالديرة ما شفت غير المدلش فيه. جاب ولا كلمة. تعبت وأنا أحب ناس ما تحبني. وانت اكثر واحدة عارفة ايش كثر انا احب هالديرة ومتمسك فيها وابيئها، وانا تعبت اركض ورا شيء ما يبيني. للحب كلمة، قريبا في رمضان على تلفزيون الوطن. لا تقتصر فقط على مشاهدة مباريات كأس العالم، كن من المشاركين لتمزج بين متعة المشاهدة والتحدي من أجل الفوز بجوائز نقدية بقيمة 20,000 دينار كويتي. العب برازيلو، ما عليك سوى القيام بالخطوات التالية: سجل في الموقع، أجب على السؤال، أنجز المهمة الموكلة إليه في المارينا مول، توقع الفائز في مباراة اليوم، قم بزيارة خيمة برازيلو في المارينا كريسنت، اجمع نقاط أكثر واربح مع نهاية المونديال جوائز نقدية من 600 إلى 10,000 دينار كويتي. شاهد المونديال واربح نقداً. العب برازيلو وسجل الآن. هوندا الغانم. حين يستعمرك النعاس وتستسلم للنوم تبدأ رحلة الأحلام. وتتداخل الصور والأحداث والشخوص وعندما تستيقظ تبحث عن معنى الحلم.
خيرا رأيت الأحد والأربعاء 6 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.